وبركاته. اهلا وسهلا ومرحبا فيكم في دردشه جديده معي انا فاطمه الجاوي، تعقيبا على دردشه الاسبوع اللي فات. ان شاء الله يا رب اكون الفهم صحيح، وانه مو قصدي اني اطلع ظهر احد ولا اغتاب احد ولا انم احد، بس ما يستفاد انه اذا انتم ما رادعتوا الغلط، الغلط حيكبر يكبر يكبر وممكن يجي عليكم. انا قعدت افكر، قعدت اقول يمكن كمان الخليل الكوميدي كان من الناس اللي يتفرج ويعدي، بس يعني ما ادري. بس كل مين فينا يقدر يسوي فرق في الحياة هذه اذا اجتمعنا. فسيبونا من الحكاوي حقت الناس وكذا، انا ابغى اسوي الفقرة هذه وابغى اتكلم فيها عن الاشياء اللي صارت لي هنا في امريكا، اشياء علمتها في امريكا، وابغى اسويها زي السلسلة كذا انه امريكا علمتني ايش علمتني. فاليوم بحكيكم القصة طريقة مرة طويلة، ثلاث اجزاء، وانا بحاول اتكلم بسرعة عشان كذا جيتكم مسوي نصوري. يمكن كمان خلص معكم، ما ادري، وقت ما تخلص الهرجة قفل الكاميرا. اوكي اتفقنا. حكاية اليوم ثلاث اجزاء، بحاول قد ما اقدر اوصل لكم الصورة. نرجع تقريبا اربعة خمسة شهور ورا. هذا السكن اللي انا ساكنة فيه نقلت له يمكن تقريبا صار لي سنة، فمعطيني موقف كل هنا، كل سكن تسكنه في امريكا يعطوك موقف واحد، موقف مغطى. فهنا معطيني موقف، الموقف حقي مكانه مرة حساس، غبي، ما اعرف كيف اوصفه، عند باب المخرج، عند المخرج. فدائما دائما دائما الناس يوقفوا قدامي، يعني انا سيارتي كده، الناس يوقفوا كده عشان ينزلوا اغراضهم، ينزلوا عفشهم اللي يحملوا، يعني حتى احيانا البريد يوقف في نفس المكان. فلما انا اجي جاي اوقف واحد يجي يقفل علي، ما اقدر اطلع. يعني صح في مساحة بس ما اقدر اطلع، خلاص انحبس. مع انه موجود مكتوب في نفس الخط الاحمر هذا اللي قبال سيارتي، مكتوب ممنوع الوقوف، مكتوب وقوف للطوارئ فقط، ما حد يسمع الكلام، يوقف عشان ينزلوا عفشهم، عشان يعني عشانه مرة سهل وسريع، يعني عند الباب مدري يعني مكان مرة. وانا اللي ماني محظوظة في الموقف هذا كله يعني. فاللي صار الناس يوقفوا وما يوقفوا، انا صراحة ما اقول لكم شيء، غباء مني، انا ما قد اشتكي بحد، يعني كم مرة احد عزقني ومدري ايه، مثلا اقول اطوط لو سمحت واطلع واكلمهم مدري ايه، ما قد والله رحت اشتكيت الشرطة، لانه لو كرمت الشرطة يجوا اقل حاجة يخالفوهم او يسحبوا السيارة، يعني اقل حاجة. ف اللي صار قبل اقول لكم 105 شهور، اللي كان مرة مزعج في الموضوع، ترى شكله انا ما اعرف اتكلم وتمكيش، واحد من الاثنين. اللي كان مرة مزعجني في الموضوع انه شركة الصيانة اللي متعاقدة معاها السكن يجوا ويوقفوا في المنطقة هذه الحمراء، ومن النوع يطول، يقعد مثلا في اليوم الواحد اربع ساعات، دائما يجوا يوم الاثنين. ويجوا في الصباح، فانا لو ذاك اليوم اثنين دوام اعتكيت، انا عزقت فاقعد اتناحل معاهم الين ما يجوا يطلعوا لي السياره. الحركه هذه ما صارت مره واحده ولا اثنين ولا ثلاثه، مره كثير، يعني كل اثنين هم يجوا يوقفوا من هناك. اللي حصل اني انا كلمتهم المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه بادب واحترام، وكلمت شو اسمه ده كمان المكتب كم مره، والله لا حياتي لي من تنادي، تيروكشاني لا حياتي لي من تنادي. عاد يمكن تقريبا الرابع خامس مرة أنا فصلت، تيروكشاني فصلت، كلمت نفس هذا السواق اللي واقف. المشكلة والله العظيم يكون واقف يا يدخن يا مدري ايه، لان هو بس السواق، الباقيين هم اللي اشتغلوا. طب اتحرك، نزلهم واتحرك، تصرف في عمرك. الزبدة آخر مرة يعني كلمته قلت انا ابغى اطلع، انتوا مدري ايه كل مره كده تسوولي مدري ايه. ذاك اليوم انا رحت اخذت صوره انه كيف انا ماني قادره اطلع، صورت
صورت كيف سيارتي وكيف سيارتهم وانا ماني قادر اطلع. وصراحة رفعت صوتي على السواق يعني كم مرة يعني يسويها. قام راح السواق اشتكاني على مديرته. قامت المديرة اشتكتني على مديرة السكن. اوكي؟ بطلنا بطلت ردتكم. ايوه هذا اللي صار. جات المديرة ايش بك انت على حقين هذا الصيانة ومدري ايه. قلت والله كده 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 كل مرة يسوي الحركة دي وانا ما قدر اطلع. ذاك اليوم اللي انا اتضربت معاهم فيه كان يومتها عندي موعد دكتور. انا حاجزة الدكتور هذا قبلها بشهرين يعني من كتر ما انه الدكتور هذا ما عنده مواعيد مرة ما عنده مواعيد يعني دائما فل 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 فل. والله كنت مرة معصبة مرة مرة كنت معصبة يعني انفجرت اليوم مثلي انفجرت. المهم وانتو ومدري ايه وشوفي وريتها الصور. قامت ايش قالت لي شو اسمه ده ارسلي ايميل انه كده كده كده. قلت له طيب والله رحت الدكتور جيت وبعدين ارسلت ايميل. والله من بعدها انا وشركة الصيانة حقت بيننا كده نطالع مع بعض نطالع في عيون بعض تعرفوا كده الشر يطلع من عيننا احنا الاثنين سواء يعني كبرهم الكروب كبروا عشان عرفوا انه واحدة فيهم انه واحد من هذا السكان ضارب معاهم الزبد. هذا الموقف صار. من بعدها ايش صرت اسوي؟ صرت اوقف بالراوس. ترى على فكرة انا احسن بنت يوقف بالراوس والايام تستر لكم. سجل عندك واحد بنت يوقف بالراوس. المهم فصرت اوقف بالراوس لانه بالراوس اسهل حاجة اني اطلع يعني خلاص سهل اني اطلع. بس ايش المشكلة؟ السكن عندنا عندهم بوليسي. البوليسي ايش تقول؟ انه ممنوع حد يوقف بالراوس. متعاقدين مع شركة سحب عشان يسحبوا السيارات اللي توقف بالراوس. انا طبعا ما عندي حق غير اني اوقف بالراوس لانه كل الناس يوقف عند شو اسمه يحكروني. والله انا طمشت الموضوع صرت اوقف بالراوس دائما دائما دائما. هذا الكلام لين قبل تقريبا 3 شهور قدمت على الوظيفة. انقبلت بس طلعت الأوراق الكلام مرة كتير. سبحان الله كأنه ربي كاتب لي أروح ذاك اليوم المقابلة وانقبل كل حاجة بس عشان أسمع معي المدير لما كان برا بس كده out of the blue على قولهم من لا شيء قال لي السيارة حقتك فين الستيكر حق الريجستريشن عندنا احنا اذا طلبنا الريجستريشن اتوقع هو الاستمارة اذا طلبت الاستمارة يعني اتوقع ستيكر انه لانه الاستمارة تتجدد كل سنة على حسب انت كل سنة كل سنتين. فاللي طلع انه انا اصلا دفعت الريجستريشن بس ال ما أرسلولي هو لا هو ولا ما أرسلولي هو ولا الستيكر عشان كده يعني. وأنا والله نسيت الهرجة بس الرجال كلمني لما جيت اتواصلت مع حقين هذا الـ MVD الموتور ديفيجن ما إيش الموتور ديفيجن ما أعرف بعدين اللي عندي ديفيجن طلع إنه أنا والله دفعت بس هم اللي ما أرسلوا. فطلعت الحكاية إن أنا ضروري أدفع رسوم عشان يرجعوا يرسلوا. سويت اللي سويته وجاني الريجستريشن. بعد ما جاني الريجستريشن تقريبا بأسبوع تقريبا صارت الحكاية هذه الحكاية اللي أقول لكم عليها. كان يوم أحد وكان ذاك الويكند اللي يطلع الشغل فيه بونس. انا يومتها مسجلة اسمي على اساس اطلع الشغل. اوكي والله صحيت كانت تقريبا الساعة 12 رحت الجيم وصحيت متأخر ذاك اليوم ومسجلة اسمي على اساس اطلع الشغل. اقول لكم من الساعة 3 لين في الليل الشغل يعني. فبس نويت اني اروح الجيم ارجع اكل واطلع الشغل. والله هذا اللي صار. رجعت من الجيم صليت استحميت
ما أخذ الموضوع مني ساعة، والله ما أخذ الموضوع مني ساعة. أقول لكم شيء، أنا شقتي على 3 زوايا. تعرف يعني 3 زوايا؟ ما هو واحدة ولا 2، 3. ساعة بس ساعة أقول لكم، ولا يجي ساعة. جاي والله شايلة العدة، شايلة شنطتي، وشايلة مدري إيه، مفتاح السيارة، ورايحة السيارة. وأنا قايلة لنفسي إنه أنا بس حأقعد، يعني ما حياخذ الموضوع مني ساعة، فبس يعني حوقف بالرئوس، لأنه لو أحد حجزني يكون أقدر أطلع. فهمتوا التكتيك؟ على تكتيك ترى، تحسبوا حياتي بس كده عبطا؟ لا، فهذا اللي صار. والله جيتني طالعة أبص يمين أبص يسار، السيارة ما هي في. قسما بآيات الله أنا شكيت بنفسي. تعرف يعني شكيت بنفسي؟ انفجعت أم الفجعة. السيارة فين راحت؟ أنا وقفتها هنا. أنا هذا موقفي. فهمتوا كيف تشكوا في نفسكم؟ تعرف يعني تشكوا في نفسكم؟ هذا اللي صار معايا. والله شكيت في نفسي يومها. يا بنت صلي على النبي، مدري إيه، قلت أكيد السيارة انسرقت. ما يعني إيش اللي طلعها من إيش اللي طلعها من المجمع؟ فين راحت؟ فين اختفت؟ دقيت على الشرطة. ألو مدري إيه، سيارتي ماني لقيتها. دليت رقم اللوحة، وبركة إنه أنا مسجلة رقم اللوحة في جوالي. أيوة بركة إن أنا مسجلة رقم اللوحة في جوالي. أعطيت رقم اللوحة، قال لي سيارتك انسحبت. كيف مدري ايه؟ قال لي ما ادري عن اي شيء من التفاصيل، بس انا وصلني انه سيارتك انسحبت. وقلت مين ما مين؟ قال لي خذ الرقم هذا تواصلي معه. اخذت الرقم، ردت علي الديسباتشر. بض ما اعرف يعني ديسباتشر، بس هي قاعده كده متكيه ما تسوي ولا حاجه، بس بس ترد على الجوالات على الاتصالات. كلمة بتاشة قليلة في حقها، يعني أنا أحس إن موظفها ما هو كاتب في الإعلان حق الوظيفة نبغى ديسباتشر، نبغى بيتشا. معليش هذا اللي صار. الأدمية ما لها نفس تجاوبني ولا على حاجة، ولا على حاجة. تعرف يعني كل ما أقول لها حاجة، كل ما أقول لها شو اسمه ده، إيش اللي صار، ليش سحبته، ما أدري إيه، ما أدري. طيب اديني احد اتكلم معه، تقول لي بكره الصباح الاثنين نفتح، وش اسمه ده، ما اقدر اسوي لك ولا ما نقدر نسوي ولا حاجه. قديم سلام، يعني انتوا تسحبوا السيارات يوم الاحد وما تسلموها وما تبغى احد يكلمكم الا يوم الاثنين؟ هذه البوليسي. قلت يعني عند الله عليكم على البوليسي حقتكم. ما قلت لها كده يعني نفسي. المهم فأنا رجعت البيت، والله العظيم تعرفوا كده اللي يدور حوالين نفسه كده 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 كده، قاعد يدور حوالين نفسي. بعدين سكرت المحفظة حقتي في الهذا، شفتوا كيف الطبق، محفظتها نسيتها في السيارة. والله ما نسيتها في السيارة، أنا قلت لا ما نسيتها، قلت دحين حطلع الشغل فليش أخذ كل عفشي، خلي شوية. فهمتوا التفكير هذا؟ بس ما حد ينسى، ما حد يحط محفظته بالسيارة المفروض، ولا شيء تحط بالي بالسيارة. درس. فدقيت عليها قلت لها طب أنا محفظتي نسيتها. قالت لي ما نقدر نسوي لك ولا حاجة، بكرة الساعة 8 الصباح نفتح. وأنا خلاص قسما بآيات الله أم 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 الغبنة. أقول لكم ليش كمان كنت مرة مغبونة، لأنه نفس اليوم اللي صحيت فيه قبل لا أروح الجيم كانت في سيارة واقفة قدام سيارتي. والله العظيم والله العظيم والله ما أدري كده قلبي ليش نغزني، قال لي يا بنت صور السيارة. ما أدري إيش اللي جاء، قال لي يا بنت صور السيارة. أنا ما صورت السيارة، ما يعني قلت it doesn't make sense، يعني فهمتوا إيش الإحساس هذا الغريب اللي فجأة كده تعرفوا الأشياء هذه فجأة.
عشان كذا اقول لكم كنت مره حاسه بالغبنه اني ليش ما انا صورت السياره دي، ليش ما صدقت احساسي. فإلا صار كنسلت الشغل، دقيت عليهم قلت ما في شغل، انا مره كنت مغبونه، تعرف انا خلاص صاحي ما ابغى اسوي اليوم شيء، بس ابروح الشغل، بس ابروح الجيم، ابغى افطر، ابروح الشغل، هذا اللي كان كده في راسي. بس قعدت في البيت كده افحص في نفسي، افحص في نفسي كده اعرف شو فايده تعرفه. المهم قعدت اسوي شغل ما شغل، ثاني يوم الصباح انقز لهم، رحت لهذا الكراج، والله الكراج بعيد عني تقريبا شو اسمه ده 20 دقيقة. المهم حتى الموظفين وفي هذا في الكراج الله يكرمكم ابطش من البيتش دي كده ردت علي من هذا كده عشان لي عنده معزة كده يكلمني كده فهمتوا؟ قال لما وصلت هناك قال لي السيارة ما تطلع من غير ريجستريشن. أنا قسم بيتي الله كده صمتاً، إيش يعني صمتاً؟ بركة إني أنا شفت يعني ذاك اليوم لو الريجستريشن ما هو موجود في السيارة والله كان أكلت مو هوا الهوا، كان قاعد أسبوع كامل من غير سيارة. ولا يعرف أريزونا زي السعودية تقريباً، إذا ما عندك سيارة مو تاكل هواء، تاكل الهواء من جد، تاكل الهواء. أنا هنا يعني الله يخلي لي صحتي سيارتي، سيارتي هنا يدي ورجولي، والله يدي ورجولي. ما أقدر ما أقدر يا ناس، ما أقدر أقعد من غير سيارة، ما أقدر أقعد من غير سيارة. المهم قلت له طيب طلعت الريجستريشن وريته، والله الريجستريشن كان جديد طازة ما عنده أسبوع طالع. كم حسابك؟ 100 حقت السحب و 29 حقت مبيت ليلتين. كيف ليلتين؟ انت اصلا السيارة ما لها عندكم ولا 24 ساعة. قال لي أنا من الساعة 2 لين الساعة 12 حسبها السيستم، السيستم. بعدين ليلة ثانية يعني يومين، قلت اديني الإيصال. أنا والله خلاص إلا الله لا أطلع 129 أطلعها، يعني أرجعها، يعني أرجعها. فأقول لك لما بدأت أشتغل أتذكر أبوي لما يقول لا ما تحس بقيمة القرش إذا لما تتعب عليه، والله من جد 129 تقريبا يأخذني في الشغل من يوم ليومين عشان أطلع 129 والله العظيم. فأنا مرة حرقتني أنا أقعد أشتغل يومين وأنت تجوا تأخذوا لي 129، لا وأنا مظلومة في الحكاية هذه مظلومة. فايش اللي صار؟ أنا قعدت أسبوع كامل أقرأ عن الحكاية هذه. ما أخذ بالحيلة يرد بالحيلة، دقيت على المحكمة، دقيت على المحكمة من جد أبغى أسوي شيء اسمه هيرينج. هيرينج يعني أنت دفعتي مخالفة، إذا طلبت هيرينج، العربي ما أعرف، إذا طلبت هيرينج يعني كيف أقول، يعني تناقشوا ليش أنت تبغى، ليش أنت تشوف إنك أنت المستحق للفلوس وإنك أنت انظلمت في الحكاية. ما أعرف إيش اسمها، جلسة هي جلسة ما أعرف جلسة إيش، بس اسمها هنا البروسيس هيرينج. الهيرينج هذا يتقدم من يوم ما أنت دفعت المخالفة لين 14 يوم. إذا خلصت 14 يوم هذه وأنت ما رفعت هيرينج خلاص أنت يعني الحكاية تقفلت. فأنا قعدت أسوى أقرأ عن الحكاية ودقيت على المحكمة قلت لهم كده 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 صار معايا، وحكيتهم إنه دايما يقفل علي ومدري مدري. كم مش قالولي تخيل إيش قالولي؟ قالولي إنه شو اسمه، والله مدام الحكومة مو هي اللي سحبت لك مو هي اللي سحبت لك السيارة شركة خاصة، إحنا ما لنا صلاح. إحنا هذا الحكومة تقول لي كده إحنا ما لنا صلاح. أنا قسم بيتي لا زي تعرفوا موية باردة انكبت علي، هذا اللي صار. قلت
اها هو كده خير ان شاء الله، لانه اللي سحبت لي الشركه سحبت لي السياره شركه خاصه متعاقده معاها، متعاقد معاها السكن. طيب نشوف ايش يصير. انا خلاص كده صح شويه فقدت الامل كده، بس ان الله رجعني 129. كنت رحت للمكتب يوم الاثنين، مو نفس اليوم اللي اخذت فيه السياره اللي بعده. قلت وذيك الفتره سأل هذا السكن عندنا يغيروا المانجر مره كثير، عندهم مشاكل ما ادري ايش فيه، بس المانجر اللي موجودين دحين ما هم نفسهم اللي يدروا عن حكايه انه الناس يقفل عليهم يقفل. مو هي اللي ذيك ارسلت لها الايميل، قلنا بركه بركه بركه، ما 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 مسحت الايميل، وبركه بركه بركه اخذت وصل من هذا، وبركه لسه عندي الصوره القديمه. كلمت هذا المانجر قلت لها شوفي اليوم اثنين الجمعة تنتهي مدة الهيرينج، والله انا صار لي كده 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 كده، شوفي الاوراق وشوفي الايميل. قلت لها انا الحين ارسل لك ايميل، انا الحين ارسل لك ايميل بالحرجة. قام قالت لي وهذه شركة سحب جديدة احنا متعاقدين معاها وما ادري ايه. ترى ايش الحكاية الحين لما شو اسمه ده لما السكن يتعاقد مع شركة سحب، شركة السحب لما تسحب السيارة تاخذ مني الفلوس، شركة السحب تاخذ مبلغ، والسكن ياخذ مبلغ. بزنس زين لها والحكومة لا صلاح، العب يلا. فهذا اللي صاير يعني. فالغبنة هنا عندي زادت، بس قلت والله لا اوريكم، والله لا طلعها من عينكم. خلاص النية 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 النية. فقلت لها شوفي والله انا كده 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 صار، قلت لها ولو ما ظبطتوا لي وضعي ابغى اشتكيكم على المحكمة، اقول لهم انه كده 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 وانه عمركم انتم ما اخذتوا هذا، ما سويتوا شيء. انا كذابة والله، مو كذابة الكذابة، الحكومة قالت لي احنا ما صلاح. بسم الله وحيلة اللي احتال. ده الكلام يوم الاثنين، قالت لي خلاص اشوف لك حل. قلت لها طيب، والله العظيم والله العظيم من يوم الاثنين الين يوم الجمعه وانا كل يوم اروح لهم ولا اكلمهم. وزي ما قلت لكم وقتها كانوا في اداره جديده وما في مديره واحده، في مديرتين، فكل ما ادق ترد عليها واحده الشكل، واحدة تغيب واحدة تحضر، واحدة تغيب واحدة تحضر، فرجع أعيد الحكاية. وإيش والدنيا زي المرقيحة، أقول أنا وأنا مدري مدري. أنا خلاص إلا في راسي أبغى أسوي، أنا أبغى أسوي لو إن شاء الله ياخذ مني مليون مرة أروح لكم وأجيكم. قيد أصلا السكن مرة قريب من عندي، يا قصدي الأوفيس مرة قريب من عندي. كل يوم أوريهم خشتي، كل يوم أوريهم خشتي، والله لين وأتصل كمان يعني وأرسلت إيميل. والله لين ما جاء يوم الجمعة قلت لها شوفي اليوم جمعة واليوم آخر يوم للهيرينج، أوكي؟ كده قلت لها أنا ما راح أطلع من هنا، أنت تشوفي لي حل. قلت لها أنا أقول لك أنا قلت لك الحل بس أنت تسويه. قالت لي إيش الحكاية؟ قالت لي إيش هذا؟ قلت لها شوفي أنت تخصمي مني، تخصمي المبلغ من إيجار الشهر الجاي. يلا سوي دحين دحين دحين، انا على راسي واقفه. والله هذا اللي صار، سحبت ورقه طبعت ورقه واخذت وحطت لي خصمت هذا الحين تاكس ما تاكس، حطت دولارين زياده 131 دولار وش اسمه ده، طبعت الورقه ودتني. قلت ايوه كده. ف ما يستفاد من الحكايه، fight for your rights. إذا أنتوا ما جريتوا ورا حقكم، يعني أنا لو نسيت الحكاية هذه ما أدري إيه، كان يعني شغل حق يومين كده طار علي زي ال، فلو ما حد يعني fight for the right والله تاكله هو قسم بيت الله. يعني حتى في أمريكا في كل مكان، مو بس يعني ما حد يقول والله عشان ما حد يقول عندي عقدة لجان، يقول كل مكان. هذا ما يستفاد الأول، ما يستفاد الثاني، وثقوا كل حاجة كتابيا، صور اللي يجي معاكم
يعني انا لو ماني موثق الايميلات اللي هذا كان اكلته, وكان لو رميت الوصل حق اللي دفعته كان برضو اكلت هوا. والله هذا اللي ما يستفاد من الحكاية. ولا تسكتوا, يعني لا تسمعوا ام نايس ام كيوت, ما راح ابلغ عليهم ما راح اشتكيهم, لا والله اذا انت ما هذا والله ياكلوا لك حقك. وبس والله هذه الحكاية, انا لسه بقيلي فاينل تاتشز, و ان شاء الله تكون عجبتكم الحكاية. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايش تعليقاتكم, وصرت لكم موقف زي كده. انا اروح اكمل مكياج بعدين اروح اصور, وما ادري والله متى حتشوفوني, ما ادري صراحة. يلا باي.